يواصل الضغط وماجنيفيسنت باروكو يواصل التألق. تمكن ماجنيفيسنت باروكو من التخلص من لقطة تيتو سانتانا بضربة غير منتظرة. تيتو سانتانا يحاول اللجوء إلى الحبال لينهض وماجنيفيسنت باروكو يهاجمه، وتيتو سانتانا يواصل الهجوم ويبعد عنه ماجنيفيسنت باروكو ويعود إلى نفس الذراع مرة أخرى ويرميه أرضا ويشدد على نفس الكتف. ماجنيفيسنت باروكو يتألم وتيتو سانتانا يشدد الضغط والجماهير متحمسة تحيي بطلها سانتانا وتطالبه بإثبات وجوده والاحتفاظ بحزام البطولة. ماجنيفيسنت باروكو حتى الآن لم يتمكن من إثبات وجوده كمصارع قوي قدير أمام تيتو سانتانا. إنما يخشى هو أن يلجأ ماجنيفيسنت باروكو إلى الحيلة وبواسطتها إلى بطشه وشدته، وعندئذ يتمكن من مضايقة تيتو سانتانا. ضربة ممنوعة أبعدت تيتو سانتانا عن ماجنيفيسنت باروكو وألقته أرضا، وهو ذا يتلوى ألما ويعود إليه ماجنيفيسنت باروكو مستخدما كلتا يديه وكأن يده اليسرى لم تصب بشيء. محاولة لتثبيت، المحاولة كانت من قبل ماجنيفيسنت باروكو وتحولت لصالح تيتو سانتانا، وعاد تيتو سانتانا إلى نفس الذراع وإلى التشديد على نفس الكتف من جهة القبض. محاولة ماجنيفيسنت باروكو للتخلص كانت لغير صالحه، استفاد منها تيتو سانتانا. الضغط على ذراع ماجنيفيسنت باروكو إياها، ماجنيفيسنت باروكو يحرك أصابع اليد ليضمن وصول الدم طبيعيا قدر المستطاع إلى أصابع يده. تيتو سانتانا يشدد الضغط ماذا ستكون نتيجة هذه اللقطة التي التزم بها تيتو سانتانا منذ بدء هذا اللقاء؟ ضربة رأس والوصول إلى أرض الحلبة ولجوء ماجنيفيسنت باروكو إلى الحبال ليستريح. الحكم يعد وتيتو سانتانا يحاول النهوض، ولكن الضربة كانت من القوة بحيث أن تيتو سانتانا لا يستطيع النهوض بالسهولة المنتظرة. نهض ماجنيفيسنت باروكو وهو ذا يستعد لمهاجمة تيتو سانتانا. تيتو سانتانا لجأ إلى الحبال وأبعده عنها ماجنيفيسنت باروكو وأعاده إلى الأرض بقوة. هل يتمكن ماجنيفيسنت باروكو من تثبيت كتفي تيتو سانتانا؟ الحكم يعد ونحن بانتظار نهوض تيتو سانتانا. ماجنيفيسنت باروكو يمسح سانتانا بشعره، يرفعه عاليا، يرميه على الحبال. سانتانا مطروح ارضا والجماهير تحمسه تشجعه على النهوض، وماجنيفيسنت باروكو يغتنم هذه الفرصه ليتمكن من استخدام يده اليسرى استخداما طبيعيا. ضربة قوية وأصبح تيتو سانتانا الآن خارج الحلبة، ارتطم بقوة بالأرض الصلبة. إن
لكنه يحاول النهوض. الجماهير تصفق له محمسة مشجعة. لقد توجه ماجنيفيسنت موروكو إلى خارج الحلبة وأمسك بتيتو سانتانا ورماه بقوة على الحديد الحاجز بين الجمهور والحلبة، فارتطم بالحديد بقوة وهوى أرضا. الحكم ينذر ماجنيفيسنت موروكو ونحن بانتظار نهوض تيتو سانتانا. تيتو سانتانا يهم بالنهوض والعودة إلى الحلبة، وماجنيفيسنت موروكو يحاول أن يسد عليه الطريق. نهض تيتو سانتانا، أمسك بالحبال وهو ذا يحاول العودة إلى الحلبة، والحكم يحاول إبعاد ماجنيفيسنت موروكو الذي يتلقى تيتو سانتانا بضربة قوية. سانتانا يكاد ينهار على حبال الحلبة، أصبح الآن شبه مربوط على الحبال، لقد تداعى وسقط أرضا. ويبدو ماجنيفيسنت موروكو أكثر منه قوة. تيتو سانتانا يوجه ضربة ويتلقى أخرى، وماجنيفيسنت موروكو يعتمد الحبال لتشديد الضغط على تيتو سانتانا. الحكم يعود وماجنيفيسنت موروكو لا يترك لتيتو سانتانا سبيلا، يلاحقه بضربات تعيد الى الارض كلما حاول النهوض عنها. ماجنيفيسنت موروكو يحمي تيتو سانتانا عاليا ويرميه ارضا وينقض عليه بقوه. محاوله تثبيت، واحد اثنين. تيتو سانتانا تخلص من التثبيت في اللحظة الأخيرة كما شاهدنا، ولكنه هل يتمكن من التخلص بشكل متواصل؟ ماجنيفيسنت موروكو يواجه الجماهير التي تستهجن طريقته في لقاء تيتو سانتانا. مرة أخرى يرسل سانتانا عاليا يحمله، محاولة للتثبيت بذلها سانتانا ولم تصله إلى أي نتيجة. يقول ماجنيفيسنت موروكو إنه استخدم له وأمسك بالحبال وأفسد على تيتو سانتانا محاولة تثبيته. ماجنيفيسنت موروكو في هجومه على تيتو سانتانا يركز على الرأس ويوجه له الضربات القوية، وتيتو سانتانا ما زال مطروحا أرضا ويحاول النهوض، ولكن حتى ولو نهض هل يتمكن من النهوض في وجه ماجنيفيسنت موروكو؟ تيتو سانتانا يوجه ضربة وهو ذا ماجنيفيسنت موروكو أصبح مربوطا بين الحبال. يخشى على ماجنيفيسنت موروكو من هذه اللقطة. انتهى الوقت وماجنيفيسنت موروكو موجود خارج الحلبة، وانتهت المباراة لصالح تيتو سانتانا. الحكم يساعد تيتو سانتانا على النهوض ويرفع يده علامة انتصار.